موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يجبه الإيمان ويقتضيه من لوازم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها، اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب لهم ذلك الجد والاجتهاد. قال: وهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. يقول: والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون. فهل يستوي الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه؟ فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. ولما بين سبحانه لعباده ما بين وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي. فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية
خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد. ثم أخبر أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. هذه الآية كما قال الشيخ رحمه الله أصل في محاسبة العبد نفسه. إذا ما كانت هناك شركة فإن أصحابها إذا أرادوا الربح لها والتقدم والتطور والازدهار فلا بد من المحاسبة الدائمة، أن ننظر في الأرباح، في رأس المال وفي الأرباح. وهكذا العبد يحاسب نفسه، كم سنة مرت علي، كم لي من السنون قد مرت علي وأنا سائر في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كيف هو حالي مع الله، كيف هو رأس المال من الفرائض، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، كيف أنا فيها إذا ما كنت أحافظ على جماعتها في المسجد، فأنظر كيف قلبي أثناء صلاتي، كيف هو خشوعي في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الأيام والليالي في الصيام بلا طعام، يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يهدي هو وعليه 100 بدنة، يذبح بيده 63، مع أن المجزئ 7 بدنة. وهذا كله ينبيك عن قدر حبه لربه تبارك وتعالى، فلذا كانت هذه العبادات الشريفة. فإذا ما قارن العبد نفسه بهذه المنزلة وتلك الدرجة، فيا ترى أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم فرق كبير، ولكن ينبغي على العبد أن يجتهد في التأسي بما يصلح له التأسي به فيه، وأن يحاسب نفسه على المعاصي، كيف أنا فيها، كيف لو أحصيت علي وحسبت عليها يوم القيامة، هذه العين كم نظرت إلى الحرام، وهذا اللسان كم وقع في غيبة ونميمة وكذب وقول زور، وهذه الأذن كم سمعت من الغيبة ما سمعت، وهذه الأيدي وهذه الأرجل. يحاسب نفسه على الأرباح، كيف حالي مع السنن والنوافل، قيام الليل، تلاوة القرآن، الصيام، ذكر الله، الصدقات، أعمال الخير والبر، هكذا، حتى ينظر هذا في هذا الحساب، ينظر فيه ليعرف كيف سيكون حاله يوم القيامة، ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه، لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط، ولا يعجب أيضا بعمله ولا يغتر، بل يرى أن كل ما فيه من الطاعة هو من فضل الله ورحمته، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ويستعين بربه أن يمن عليه وأن يحفظه فيما تبقى من عمره ليتوفى على طاعة الله، على الإسلام، ويسأل ربه ذلك، أن يرزقه حسن الخاتمة، وأن يعيذه من سوء الخاتمة، وأن يصرف عنه السوء والفواحش والفتن إلى غير ذلك. وقفة محاسبة لننظر أين نحن من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى اتقاء عذاب الله وغضبه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هنا هو يوم القيامة، وما زال الله يقدمه ويقربه حتى جعله كغد، اليوم الدنيا وغدا القيامة، فهي قريبة جدا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه من أعظم
ما يعين العبد على إحسان العمل أن يتفكر أن الله خبير بما يعمل، لا تخفى عليه خافية. ما نيتك في أعمالك؟ هل أردت بها وجه الله أم أردت بها ثناء الناس ومدحهم والهرب من ذمهم والمنزلة والوجاهة إلى غير ذلك؟ لا يخفى شيء على الله تبارك وتعالى. ثم النهي أن نشابه الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فلم يؤمنوا ولم يعرفوا حق المعرفة ولم يعبدوه ولم يقوموا بحقه. وبعض المسلمين ربما وقع في شيء من ذلك بنسيان أوامر الله تبارك وتعالى، فتجده ربما لا يصلي، مشغولا بما يجمعه من الرزق، يأكل الحرام من الربا وغيره، يواقع الفواحش التي نهى الله عنها، فهذا من نسيانه لأمر الله. فكانت النتيجة أنساهم أنفسهم أن يفعلوا وأن يعملوا الطاعات التي تنجيهم يوم القيامة، نسوا أن يعملوا الأعمال الصالحة، أنساهم الله ذلك عقوبة لهم على أنهم نسوا الله، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. ثم بيّن سبحانه أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكم في النار من ألوان الشقاء والتعاسة كما جاء في آيات القرآن وفي السنة، وكم في الجنة من ألوان النعيم، وكيف وكم هو الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. أصحاب الجنة هم الفائزون، جعلنا الله منهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا كان هذا يحصل لجبل، هذا مع صلابته وقوته وقسوته، وقد تهبط بعض الصخور والحجارة من خشية الله، كما في حديث الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، في بعض رواياته فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله. فإذا كان هذا حال الحجارة، فكيف حال القلب الذي هو من لحم ودم ولا يخشع عند تلاوته لكتاب الله، لا يتدبر ما فيه، لا يتفكر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عبادة التفكر، التفكر في خلق الله تبارك وتعالى، والتفكر في الكتاب المنظور، الكون من حولنا والمخلوقات وخلق الإنسان، أن تفكر في خلق نفسه، والتفكر كذلك في الكتاب المستور الذي هو القرآن الكريم، حتى ينتفع به أعظم انتفاع، وأن يتدبر آيات القرآن وأن يتفهم ما فيها وأن يجتهد في العمل بها بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.